ونبقى في أجواء الزيارة إلى مدينة سامراء، حيث أجرت عدسة قناة صلاح الدين الفضائية جولة بين الوفود الزائرة الذين ثمنوا الخدمات المقدمة لهم من قبل الحكومة المحلية وأبناء قضاء سامراء. زين، خير من الله، خير من الله، يحفظ الشباب والأمة، وهذا ما طول جيشنا منتشر، إن شاء الله ماكو شيء. خوش المواكب حلوة والمشي حلو، ما يعني اكو شيء تقصير، كلهم خوش ولد وشباب طيبين، واحنا بخدمة المواطنين. احنا النهار كله ندعي لهم، ذولا ولدنا شعدنا غيرهم، وخدام المواكب ذولا منين؟ من خدام هي الحسين، ذولا خدام اهل البيت كلهم. والله اليوم صار لنا ثلاث ايام الحبايب، احنا نروح السنة لهن مرة. خدمة انسانية، خدمة الزوار علي الهادي، سنوية احنا نسويها. خدام الوجه الله وعلي الهادي، اللي نمكن عليه ما نقصر من عنده. هاي خشرج ممتده من حدود الدجيل لحدود العاني، هاي السنويه احنا قايمين بهذا الشيء، خدمه الله ووجهه للبيت. انا زار من اهل الديوانيه، جيت اعز الامام علي الهادي بوفاته، واعزي اهل البيت جميعا، واعزي زوار الحسين واهل بيته، واعزي اخواننا خدام الحسين. بارك الله بيهم والله يحفظهم ان شاء الله. استقبال جيد، يتلقون الزائر مرحبا اهلا وسهلا، 100 هلا يتلقون بالاكل والشرب والماي. اصول ماكو لا والله، حتى مو بيتعدهم، يتلقون الزائر بالماي والاكل والشرب والتمن وغيره وانواع.